خير شوفي هلا عالية، قلتي لأبوكي؟ إنك حبستيني بالغرفة؟ أصلاً هو اللي طلعني. عالية، قصدي عن حملك من براق، أنت عن جد حامل منه؟ أمي أنت كتير متوترة من هذا الموضوع، مانك ملاحظة؟ وعلى فكرة أنا أخذ قراري وبدي أتزوجه لبراق. طول ما أنا عايش أنت ما رح تتزوجي هداك التافه، فهمتي؟ تأخر الوقت كتير أمي، لازم تتأقلمي مع الوضع الجديد. اطلعي فيني عليا. شو اللي عم يصير هون؟ ما بعرف، خلي ماما تفهمك. أنا لازم أحكي مع براق، اتصلت فيه بس من الصبح مسكر تليفونه. حبيبتي نحن حكينا معك بمسألة زواجها من براق، مو؟ ما فهمت شو اللي صار فجأة لحتى أنت هيك عم تعارضي. في أمور أنت ما بتعرفها. تمام حبيبتي، لكن احكي لي لحتى أعرفها. مدحت، بس نروح على البيت منحكي، مو وقته هلأ، بعدين نفهمك. طيب طيب القصة. علي رضا، الإنسان أحيانا في شغلات ما بينساها، بتعرف هالشي، وبظن أختك علمتك إياه. الإنسان في كتير قصص بيحبها بحياته، بيحبها من قلبه، بس هي القصص ممكن تقلب ضده وتأذيه، وممكن تكون نهايته. فهمت علي يا علي؟ وأنا رضيان بنهايتي، وإنه خالدة تكون بأمان هذا المهم. نعمان مات وأنا اللي قتلته بإيدي، ورح لاقي اللي وراه. هداك الموضوع انتهى، وانت ما عاد دخلك. الباقي عندي انا، وانت معروف شو بدك تعمل. قلت لك علي قبل، بدك تبعد عن خالدة وعني. انت شايف مع مين كنت عم تحكي بشغل؟ اه؟ مع اللي خليتنا نقتلها أختها وولادها. بلا تخبيص، شو هالتعفيس هادو لك؟ كذب اللي عم قوله؟ سكوزك كذب ولا لا قول؟ خط. انت جبرتني اقتل أعز أصحابي، وبراق جبرته يقتل أم البنت يلي بيحبها وإخواتها. شو لسه بدك تعمل فينا بابا؟ حط عقلك براسك، تنسى إنك من لحمي ودمي وبأذيك مراد.
هلأ فؤاد مستعد يعمل أي شيء كرمال مصلحته، أنا بعرفه كتير منيح، بس إنه يجرأ يعمل هيك شغلة هالشي مجنني. أختي وقاتل أولاد أختي، سنين واقف جنبي ومو منتبه، مو منتبه. ملك سمعتي هذا التسجيل لحدا تاني غيري؟ لا، اتصلت فيك بهداك اليوم وبعدين رحت عن صهري وكان بدي سمعه. لا، اصحك اصحك يا ملك، اصحك اصحك، تخلي لي حكمة يسمع هذا التسجيل، عم تفهمي؟ لانه اذا حكمة بيسمع هذا التسجيل انت عم تعلني الحرب، وهذا الشيء مو منيح بنوب. انت شو عم تقول؟ شو ما بده يصير يصير، انا ما هتفرق معي، انا هلا مديونه لاولاد اختي وامهم، وهالشي مستحيل اني سامح فيه. انا بايدك بهذا الحكي، وكمان مستعد باني اعمل كل شيء لحتى ساعدك بانك تنتقمي لاولاد اختك واختك، وهذا وعد مني. لا لا، هن قتلوا اختي وكمان قتلوا اولاد اختي، الكل رح يعرف، وحتى صهري رح يعرف، فهمت اللي عم قوله؟ الكل رح يعرفوا مدحت. بتفهمك، ليك يا حبي انت عندك حق، وعم اترجاكي انه توثقي فيني، ماشي؟ اذا تحركنا بالوقت المناسب وقتا نحن اللي منكون ربحانين، وبتكوني كمان انتقمتي لاختك ولولاد اختك كمان، بس بدي اياكي تهدي وتروقي شوي. أغا؟ إيه رفقي، في أخبار؟ دورنا كتير ما لقينا لبوراق. لك هذا الصبي وين راح؟ وينه؟ متهجمين على محل مقاعد نعمان، وللأسف قتلوه. انت شو عم تقول يا رفقي؟ يا ترى بوراق له علاقة بهالقصة يا أغا؟ علي رضا، علي رضا، أغا الحمد لله على سلامته، شي ما بيتصدق. الرصاصة اللي تقوست عليها معناها تقوست علينا كمان، ونحن لازم نرد لهم إياها بأقرب وقت. ما بتقصر، ونحن منحلها مع نعمان بطريقتنا. انحلت مع نعمان ومشي الحال. علي رضا هو اللي نهى أمره، وهلأ الدور علي خلاه يتجرأ يعمل هيك. إذا قصدك براق، الهدف ما كان بنتك، نعمان كان بده يقوسه له. غالب أنا اللي أكلته، فهمت؟ والمسألة بتخصني. مثل ما بدك، مزبوط حكيك. الأخ فؤاد مانو مبين، اتصل فيك شي؟ يمكن ما عنده خبر، لأنه فؤاد دائما صاحب واجب، فهمت؟ أهلا وسهلا يا بطل، نحن لازم نحكي. لا عمي، مو هلأ، أجلها منحكي بعدين.
معلم كيف بدنا نقول له انه المصاري راحوا؟ انت ما بتصق قدامك؟ ما انك شايف كيف حالته؟ ما بيكفي اللي صار اليوم؟ فات على بيته لانه طايش حجره. يلا امشي. مساء الخير ابني، تعال. خالدة بخير، لا تاكلي يا أما. بعرف كنت جنبها. حكمت بيك زعلان كتير كتير. طبعا الابن ما بيتقارن بأي شيء تاني. شو رأيك نروح أنا وأنت بكرة؟ نحن ما لازم نروح. بلاها أمي. شو هالحكي؟ ما بيصير يا روحي. أنتو في عشرة بيناتكن، بهيك وقت أنت لازم تكون جنبها. لازم ضل بعيد عنا أمي. لازم ضل بعيد عن الكل، عن كل اللي بحبهم. شو هالحكي يا روحي؟ أكيد لا، هذا الحكي ما عاد بدي اسمعه. أنا عم جبلهم الموت معي أمي. ما عم تشوفي؟ أنا لازم ضل لحالي، بدي ارتاح. ما طلع منك شيء لهلأ؟ ما في أخبار عن براق؟ ما حدا شافه أو سمع عنه؟ لا، ما حدا بيعرف بشي. أصلاً لو عرفوا ما رح يقولولنا. أكيد هن ما رح يتركوه لابني. حكمة أغمت وأخذني، يدوب قدرت إجي. الحمد لله على سلامتها. أكيد عندك مشاغل أهم. إيه صح. الحمد لله على السلامة يا عمو حكمت. الله يسلمك. شو القصة فؤاد؟ القصة انه براق مختفي. وينه؟ رجال بهذا العمر بيختفي هيك؟ إذا عندك أي معلومات بهالخصوص. أنا آكل هم بنتي بس، وما بيهمني شي تاني بالمرة. وأنت جاي عم تسألني على براق؟ ولا تنسى براق بيكون ابني، وهلأ هو مو مبين. آخر مرة إجا لهون على هالمستشفى وبعدين اختفى. أصلاً نعمان ما كان قاصدها لبنتك، كان قاصد يقتل ابني. هاي القصة لغز كبير. ابنك براق شو له شغل مع نعمان؟ لك أنت إذا بتتفركش بحجر بتقول ابني ورا الموضوع، بس الإنسان لما ما بعود يقدر يفكر أبداً بصير يقول يا ترى هذا الشيء اللي عم يصير. لا تكمل، بكفي فؤاد. ولازم تعرف حدك، فهمت؟ مشان ما تدخل بطريق ما في منه رجعة. يمكن نكون دخلنا بهذا الطريق من زمان يا حكمة آغا، وبتعرفني منيح كتير. يلي بيختاروا عداوتي بدل صداقتي دائما هنن اللي بيكونوا خسرانين. بضيق الدنيا عليهم وبحولها لجحيم.
ما بعرف وين براق، بس بوعدك قربت. رح الاقي، ايه رح الاقي، ورح احكي معه. وقتها رح نفهم هالدنيا على مين فينا ضيقه وعلى مين مقبره. خالدة، سلامتك. كيف يعني يا رفقي؟ ما قدرتوا تجيبوه؟ شو هالمسخرة هي؟ واحد فاشل. شو الموضوع؟ شو بده يكون؟ علي رضا بيك ما بيكفي انه ما عم يرد على التليفون، وفوق هيك بعتنا السيد رفقي لحتى يجيبه لعندي، طلع مو فاضي، قال الخواجة عنده شغل. منحاسبه على قلة احترامه هي، انت لا تضايق حالك. لا، هالشغلة وراها شي يا مدحت. علي رضا عم يتصرف من راسه زيادة عن اللزوم، وحكمة آغا عم يهددني طول الوقت، وبراق اختفى ومبين. إذا ابني بكون صاير له شي يا مدحت. لا لا لا، ما بيعملها هالحكي، مستحيل. انت بس اهدى، لو براق كان صاير له شي كنا أكيد أخبرنا بهذا الحكي. هاي القصة أنا ماني متأكد منها، وأنت بتعرف منيح كتير بهاي الدنيا ما حدا قدك بجسس بالبحر من دون ما حدا يحس أو يدرى فيها. لازم أحكي مع الشركاء، خلينا نجتمع هيك بيكون أحسن. صار شي جديد عمي حسن؟ اجا مراد اخوه لبراق على الموقف منشان يسال عنه. ايه شي طاووس ونافش ريشاته. ايه شو ايه نتفت له ريشه تنتيف. ما تتعاطوا معه، وشو عملتوا بالمصاري؟ شغالين بالموضوع، بعدين بنحكي فيه. Mm-hmm.
افتح الباب، عامل لك افتح. والله برافو يا شوفير التاكسي، تجاوزت كل شيء ومن دون ما يرف لك جفن. بس هاي المرحلة صعبة، أنا ما بشبهه لنعمان. أصلاً أنت مو شاطر غير بالعلاك الفاضي. معناتها ننتقل للأفعال؟ ها؟ أنا وياك لحالنا. حبيبتي هيك ما بيمشي الحال، كان لازم تضلي كمان شوي وبس الطيبه بتطلعي. ما فيني شي بابا، كل اللي جرحته جرح صغير بقدر اعالجه بالبيت. حبيبتي هلا انت مانك الدكتوره، انت مريضه، اسمعي شو عم قول. يلا لنشوف. على مهلك، ارتاحي. شو بدنا نعمل هلا؟ حضرتك جبتني لهون مشان نبقى هيك قاعدين وعم نطلع ببعض؟ كنت بقول اني بروح معك للنهاية، بس الحكام أجلوا المباراة. ما رح نروح للنهاية، لا تستعجل. هذا الحكي وأنا ناطر، ناطر الجولة الثانية وبفارغ الصبر. يلا شو بدنا نساوي؟ جبتني لهون على هذا المكان يلي مثل الزبالة، شو بدك تعمل؟ ها؟ بدك تحطني بشبير وتتركني من دون سلم؟ شو بدك تعمل؟ طلع حواليك منيح، ما في ولا مخرج هون. آخر مكان رح تقدر عيونك تشوفه بهالحياة هو هاد. خود وقتك. الحكي اللي قلته كتير عجبني وما في مشكلة أبداً. أنا أصلاً اتعودت على الأماكن يلي مثل المزابل، مرة هون ومرة هنيك. تخيل عم عيش صراع هوية. بس أنت ما في داعي تاكل هم، أنا كل شي عم أعمله عم أعمله كرمال خالدة وبس. عقلك المريض هلأ عم يقلك انت وخالدك انتو عم تعيشوا شي سوا، واجيت انا خربت عليكم.
ايه لا، انت وخالدة ما عشتوا اي شيء مع بعض وما رح تعيشوا، لانه خالدة ما كان عندها تجاهك غير شعور واحد وبس، يلي هو الشفقة، ونضاف عليه كمان الكره. شو هاد؟ عم تعالجني نفسيا؟ شو رأيك ارجع هيك لورا واحكي لك عن ذكريات طفولتي؟ بتحب ذكرياتي انت ما؟ بتحبها كلها عن خالدة؟ انت لساتك ولد وبحياتك ما رح تكبر. على كل حال، قلت لك اني رح انهي الموضوع يلي بيناتنا، وهلأ اجا الوقت. فصندوق البويا اللي براسك شغله، وعمال اللي بينطلب منك. وشو المطلوب مني؟ بدنا نروح انا وياك على المجلس، وهنيك بدك تحكي لهم الحقيقة كلياتها. رح تحكي بالتفصيل كيف استخدمته لنعمان، بكيفك او غصب عنك. عم تقلي انتحر يعني؟ معناتها ما كان لازم تعمل الجرائم اللي ما بتقبل تاخد جزاتها يا ولد. موافق، وموافق اعترف لهم. مزبوط، انا تحالفت مع نعمان، انا استخدمته مشان اقضي عليك يا تافه. بس انت ما عم تفهم، هاي مو جريمة. كل اللي عم اعمله هو رجع اعتباري قدامهم كلهم. انت فتت على المجلس تبعنا وكنت عبارة عن فيروس، وانا بكون الانتي فيروس تبعك، ولحتى اقضي عليك كل الطرق مباحة. لك يقطع عمرك شو بتعليك، صرت بايخ، بكفي. ايه صح، بكفي. نيكست، خلينا نكون واقعيين، انا ما رح اقول شي وانت ما رح تقتلني، لانه هذا الشي بيعني الحرب. بدنا نروح مع بعضنا، والحكي يلي قلت لي اياه هلا من شوي رح تحكيه قدام كل اعضاء المجلس. على رضا، انت ما عم تفهم علي؟ انا مستحيل اني احكي. اعمال يلي بدك تعمله ولك، بدك تعذبني عذبني، بدك تضربني اضربني، بدك تكسرني كسرني، بس انا من هلا عم انصحك لا تخليني اطلع من هون عايش، لانه رح ارجع لك. رح ارجع لك يا علي رضا، رح ارجع لك. وصدقني يا علي، بليلة ما فيها ضوء قمر رح اخذ لك روحك بايدي التنتين. فريد، ما كنت متوقع هالشي منك. شو بدك تعمل ولك؟ بدك تحرقني؟ يلا يلا كبن علي. يا يعني اعلنت الحرب، ما هيك؟ اعلنت الحرب علي رضا. تمام ماشي، اعمل يلي بدك اياه. يلا تمام علي رضا، يلا حرقني 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 ولك. بس اوعك تنسى، بابا بيحرق كل عيلتك، كل احبابك، رح يحرق كل اصحابك، كل اخواتك. صدقني هو رح يحرق كل سلالتك، اوعك تنسى. مفكرني عم بمزح معك ولك؟ تمام تمام. شو هو التمام؟ قلت انه الموت موت، هذا هو التمام. يعني مصر انك تنقتل؟ انت ما رح تقتلني يا علي رضا، ما رح خليك تستمتع بقتلي. لا تكون واثق لهالدرجة، بجوز يعطوني هاي المهمة. لا تنسى انه انا سيف المجلس هلا.
شو الوضع؟ رح يحكي؟ بصر ماي بده يحكي ورح يغرد مثل البلبل. ليش لا؟ خلينا نشوف شو رح يصير وعلى أساسها بعدها منحكي. يا حكمة آغا علي رضا، لا توثق فيه. هذا بيحلف يمين من هون وبعدها بيكذب من هون. انت اترك هالشي علي. وهي احلى كاسه شاي للمعلم. خود العلف عبدوق، بما انه خلصنا من المصيبه اللي اسمها براق، عملت لكم احلى فطور وكاسه شاي طيبه كثير. الله يسلمك. وانا كل عبدوق كل مو اكلك. اوه شي ناهي، بس لهلا ما قدرنا نخبر علي رضا بمساله المصريات. شو بتشور علينا معلم؟ شو بدنا نعمل بهالروايه؟ خلينا نخبره بقى. ايه والله صحه وهنا. على قلبك حاتيم، ما لحنا عود. انا اكلت يا معلم صحتين. فاتح، اليوم عندي شغل كتير ضروري بمديريتي المالية، إذا فاضي خلينا نروح مع بعض. شبك رح أعطيك مصاري؟ إذا فاضي هلأ خلينا نروح، مو أحسن ما أروح لحالي؟ أنت لشو صافن فيني هيك؟ روح مع الزلمة وساعده يلا. أيوة والفطور معلم. طيب قايم بأمرك. لحلق إيه ليكني قايم معلم. صحتين وهنا، صحتين وهنا. عقلبك خاطركم. تعال شبك عم تطلع فيني. عبدو مر معلم، في ريحه طالع عم شمها، قوم الحق لي اياهم وشوف لوين رايحين وعرف لي شو القصه. امرك. خلص بقى يا زلمة فكني، لا تكتر حكي. تعرف شو بدك تعمل؟ سلمه قطعة واحدة. تعال لوين رايح؟ لا هيك ما بيمشي الحال، يعني معقول تعاملوني بهذا الأسلوب؟ بس اتأكد رح حاسبك على هالعملة، رح حاسبك بطريقة خاصة يا علي رضا. اصحك تفكر انه هالشغلة رح تمرق، ما رح تمرق ابدا. انت ما رح تروح معي فريد. كيف يعني ما رح روح علي رضا؟ لك انا مستني هذا اليوم. لا تعمل هيك فيني، الله يوفقك. فريد انت امانة نهال عندي، ما بنعرف شو بده يصير بعد هلا. علي رضا ما رح اتركك لو شو ما صار. ما رح تجي فريد، واذا بيصير لي شيء وما برجع انت رح تاخذ بتاري ورح تحاسبهم، فهمت؟ خليني اروح معك مثل ما قلت لك. علي رضا، علي رضا استنى، خليني اروح معك. علي رضا ما تعمل هيك، وقف علي رضا. الحمد لله أنك منيحة وطلعتي منا بخير. إيه؟ أنت منيحة ما هي؟ منيحة خالتي، ما تقلقي علي. نشكر الله. خوفتينا كتير يا خالدة، لو كنت مكانك ما كانت خافت هالقد. عليا عم بمزح ماما. الحادثة صارت قدام بيت براق ما؟ إيه صح. ليش شو كنتي عم تعملي هنيك؟ ما تطلعوا فيني هيك، انتي مو بتستلطفي لبراق لهيك عم بسألك. روحي اسألي له عليا، انا ما بدي اتذكره لهداك اليوم. عم دقله من امبارح ما رد علي وما حدا قدر يوصل له. وشو ساوي؟ ما بيهمني الموضوع. وشو رأيك إنه ماما عم تقنعني ما عاد أحكي مع براق وبعد عنه؟ عالية حاجة بقى بكفي، البنت طالعة جديد من المشفى، هلأ وقت هالحكي؟ ها؟ أنت لوين بدك توصلي؟
عم حاول افتح حديث امي مو اكتر. ايه بلا. طيب انا رايحه اشرب لي شغلي برا. ايه روحي. صاير شي ما بعرفه؟ ما بعرف يا بنتي، ما بعرف، بس حاسة إنه في جواتي غصة غريبة. أنتي ما تحطي ببالك، تمام؟ نحن منحلها. شو صار معك عبدو؟ ألو معلم حسن، راقبت العصافير مثل ما قلت لي، هلأ نزلوا على المقبرة. طيب يلا ارجع على المويل. ابني مختفي، عم تفهموا علي؟ واللي عاملين هيك عم يتفتلوا ولا كأنهم عاملين شي. أخي فؤاد روق شوي، حكمة بنته تقوصت. نعمان كان مسؤول عن اللي صار وليك وتعاقب. براق ما له علاقة بنوب. انت هيك مفكر، بس كل المشاكل عم تجي من تحت راس براق. عم قلك ابني اختفى يا شيخ موس، ليش ما عم تفهم؟ مختفي. يمكن قتلوه رموه بشي مكان، والمسؤول عن هذا الشي حكمة وعلي رضا. فهمتوا؟ انا قررت ان اليوم اصدر امر بقتلهم. يلا افتح بقى، افتحوا لك علي رضا، وحياتك لحاسبك على هالعمل اللي عملته معي. افتح ولك علي رضا، مفكرني خاروف لحتى تحطني بالصندوق وحياتك لحاسبك على مهلك. على مهلك ولك. رفقي لا تتدخل. اوعك تقرب رفقي، مثل مو شايف بعينك الوضع مكهرب، هلا بتنلط. اتركني ولك، اتركني. شو في؟ ولك اتركني، اتركني. علي رضا، شو هالشرقة ولك؟ شو عم يصير؟ اسأله لابنك فؤاد. أو ما تسأل وأنا بقلك، ابنك اللي عطى الأوامر لنعمان. ابنك اعترف بكل شيء. هذا ما نوع اعتراف، كنا عم نحكي مع بعض وسجلوا صوتي بالسر. شو هذا الكلام؟ هدول شو عم يقولوا؟ شو عم يقولوا؟ لا عملت كل شيء أنا ورا كل هات. ايه عملت هيك؟ انا كنت عم اتحكم بنعمان. ايه انا. تعرف ليش هيك عملت؟ ليش بابا؟ قلي ليش؟ ليش؟ ها؟ من ورا هاد الواطي، هذا ما هو واحد منا، وبحياته ما رح يكون واحد من هالمجلس. من الاول انتو غلطتوا لما دخلتوا هالرجال بيناتنا، وانا عم حاول صلح هالغلطة، وانتو ما عم تفهموا، ولهلأ ما عم تفهموا. لحد هاي اللحظة ما بنعرف شو نواياه. هو بده يقتلني، وكمان بده يقتلكم كلكم. هدفه انه يخلص من هالمجلس اللي مؤسسينه.